السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض منهج كونكت 4، منهج الصف الرابع الابتدائي، الوحده السابعه، الدرس الخامس والسادس، الجزء الاخير في الوحده السابعه بعنوان This is where I live. هسيب لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو قائمه التشغيل فيها شرح المنهج بالتفصيل وحل تدريبات كتاب المعاصر. ومعانا صفحه 47، 47 من كتاب المعاصر. كي فوكابلري، كلمات مفتاحية: جيت، بوابة، باك باك، حقيبة زهر، مودرن، حديث، شيء حديث، شوبينج مول، مركز تسوق، إلكتريستي، كهرباء، إلكتريستي، بانتس، بنطلون، غاز، وقود أو غاز، نيرفس، عصبي أو متوتر. اكسترا فوكابلري، كلمات اضافيه، طبعا الكلمات مهمه المفروض تتحفظ كلها: بلو، لون ازرق، كايند، طيب او عطوف، شوبينج اريا، منطقه تسوق، شو ستور. لاحظ ان الاس اتش اتنطقت شين، شو ستور، متجر احذيه او محل احذيه، ماث، ماده الرياضيات، كوايتر، أكثر هدوءا، كلاس روم، فصل دراسي، تيتشر، معلم أو معلمة، تيتشر، غاز كارز، سيارات تعمل إيه؟ بالغاز، بوسيبل، ممكن، هيستوري بروجكت، يعني مشروع مادة التاريخ، فوتوس، صور فوتوغرافية، نويزي، صاخب، جري، لون رمادي، تي شيرت، جيمز، ألعاب. طبعا أنا وبحفظ الكلمات في طرق كتير لحفظ الكلمات، ناس بتكتبها كذا مرة، ناس بتغنيها، ناس بتقولها كذا مرة، ناس بتحفظ بطريقة إيه؟ بطريقة الديريفيتيفز، المشتقات أو طريقة النغمات. يعني إيه يا مستر؟ طب ناخد طريقة. هنا مثلا بلو بمعنى أزرق، بلو بمعنى إيه؟ أزرق. طب كلمة جلو بمعنى سمغ، يبقى بجيب كلمة على نفس الوزن ببدأ أحفظ بلو جلو كي، يبقى الموضوع سهل وبسيط لو أنا جبت كلمات على نفس إيه؟ الوزن. تصريف الأفعال، قلنا في conjugation of verbs، تصريف الأفعال، في أفعال regular منتظمة بحط لها دي أو إي دي أو أي إي دي عشان أحولها الماضي، في شاذة بيتغير شكلها، walked، remembered، lived، cry, cried, study, studied, carry, carried, want, wanted. نلاحظ هنا حطينا لها اي دي، هنا اي دي، هنا اخرها اي فحطينا دي بس، هنا الواي قبليها ساكن فحولناها الاي اي دي، هنا الواي قبليها حرف ساكن فحولنا لها الاي اي دي، هنا الواي قبليها ساكن اي اي دي، طب هنا اي دي. طب لو الواي قبلها متحرك زي كلمة بلاي مثلا، لا بحط اي دي زي ما هي وما حولش حاجة، دي الافعال المنتظمة. طب الافعال الشاذة: speak spoke say said drive drove، تحفظ كما هي. ونكمل مع بعض صفحة 48 important expressions and propositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. My first day of يعني يوم الأول في، at the school gate عند بوابة المدرسة، stay at يمكث في أو يقيم في، as much as possible أكبر قدر ممكن، put on where بمعنى يرتدي، like this هنا like بمعنى مثل، ليها كذا معنى لما تيجي حرف جر بمعنى مثل، مثل هذا، it was fun لقد كان ممتعا، زين اند ناو ما بين الماضي والحاضر، find out يكتشف، much cleaner اكثر نظافة، be called be دي اللي هو verb to be، يعني مثلا تقول ايه he is called هو يسمى،
she is called هي تسمى، يبقى called بيجي قبلها verb to be بمعنى يسمى، بمعنى ايه؟ يسمى. و verb to be am or is are في المضارع، was or were فين؟ في الماضي. My town then and now يعني مدينتي ما بين الماضي والحاضر، بيعمل مقارنة ما بين المدينة قديما والآن. All the cars were gas cars in the past. أوان العربيات كان كلهم عربيات تسير بالغاز في الماضي. Now الآن. Some cars use electricity. بعض السيارات بتستخدم الكهرباء. Which is cleaner اللي هي أنقى. And quieter وأكثر هدوءا. Our town in the past مدينتنا في الماضي had an old shopping area كان فيها مركز تسوق. Now الآن we have a big modern shopping mall عندنا مول تسوق كبير جدا وحديث. في مجموعة من الأسئلة البسيطة. I carry my نقط and go to school يبقى باك باك، بشيل شنطتي وبروح المدرسة. When I go to school لما بروح للمدرسة. I meet my أكيد friends بقابل أصدقائي. Our school has مدرستنا فيها a big metal نقط at the front a big metal gate بوابة معدنية كبيرة في الأمام. فين؟ في الأمام. ونكمل بيج 49 صفحة 49. My first day of school أول يوم ليا فين؟ في المدرسة. I remember أنا بتذكر. My first day of school أول يوم ليا. I was 6 years old كان عندي كام سنة؟ 6 سنوات. And I lived in أسوان وعشت في مدينة أسوان. I was very nervous كنت متوتر جدا. I like staying at home كنت أحب أقعد في البيت. With my family مع عائلتي. I wanted to play with my toys أنا كنت عايز ألعب مع ألعابي. I didn't want to go to school ما كنتش عايز أروح المدرسة. I put on a blue t-shirt أنا لبست التيشيرت الأزرق. Gray pants والبنطلون الرمادي. And the black shoes والحذاء الأسود. I carried my backpack شلت شنطتي. Mom and I walked to school أمي وأنا مشينا إيه للمدرسة. لاحظ إن استخدم الماضي البسيط بيتكلم عن أول يوم، فقال was lived was liked wanted didn't want زمان الماضي البسيط put on ثم carried okay walked. فلازم اخلي بالي من زمن الماضي البسيط وشرحناه قبل كده. At the school gate على بوابة المدرسة. I wanted to cry كنت عايز ابكي. I said goodbye قلت مع السلامة. And I walked into the classroom دخلت الفصل. The teacher asked me المدرس طلب مني to sit next to a boy اقعد جنب ولد called مروان اسمه ايه؟ مروان. The teacher was very kind كان طيب جدا المدرس. We studied math درسنا الرياضيات. And played games ولعبنا ألعاب. It was fun الجو كان ممتع. The next day تاني يوم I wasn't nervous أنا ما كنتش متوتر. I was excited أنا كنت متحمس. I wanted to see my new friend كنت عايز أشوف صديقي الجديد مروان. I wanted to learn math كنت عايز أتعلم رياضيات. And I wanted to go to school كنت عايز أروح إيه المدرسة. Summarize يعني لخص. The first paragraph أول فقرة in one sentence في جملة واحدة. قال لي I wasn't happy on my first day of school أنا ما كنت سعيد في أول يوم ليا في المدرسة. Summarize لخص. The last paragraph in one sentence لخص آخر paragraph في جملة واحدة. أقول I wanted to go to school المرة دي بقى أنا كنت عايز أروح إيه؟ المدرسة. How to plan your writing إزاي بتخطط لكتابتك؟ بتحدد الأفكار. هتتكلم عن أول يوم، عن عمرك قد إيه؟ كنت عايش فين؟ إيه حالتك النفسية؟ كنت عايز تعمل إيه؟ وببدأ محدد الأفكار بدخلها في جمل، بدخلها إيه؟ في جمل، يبقى دي الفكرة. ممكن أقول مثلا إيه؟ It was my first day. I was 6 years old. أقول I lived in أسوان. I was nervous. يعني ببدأ أحدد الأفكار وأحط الفكرة في جملة كاملة من فاعل وفعل وتكملة. من فاعل وفعل إيه؟ وتكملة. الأول أفكار وبعد كده جمل. ونكمل صفحة 50. صفحة 50. My town مدينتي then and now بيعمل مقارنة بين الماضي والآن. We are doing a history project بنعمل مشروع في مادة التاريخ in school في المدرسة about our town عن مدينتنا. We looked at all the photos بصينا الصور القديمة. We spoke to our older neighbors كلمنا جيراننا كبار السن to find out لكي نكتشف as much as possible كلما أمكن. تعال نشوف كده. Grandpa says جدتي بتقول that her mom and dad إن أمها وأبوها drove cars
كانوا بيسوقوا عربيات like this، مثل هذه. All the cars were gas cars، كان سيارات بتعمل بالوقود. They were very noisy، كان صوتها عالي قوي. Now we have a car، دلوقتي عندنا عربية. That uses electricity، بتستخدم الكهرباء. And gas، it's much cleaner and quieter، بقت أكثر نقاء وأكثر هدوء. طب تعال نشوف كده المدينة. Our town، مدينتنا، had a shopping area، بيعمل ما بين الماضي والحاضر. هنا استخدم ماضي بسيط، هنا استخدم مضارع. مدينتنا كان فيها منطقة تسوق. But it was very old، بس كانت قديمة جدا. Dad worked in a shoe store، أبي كان شغال في متجر أحذية. On Saturdays، أيام السبت. طب تعال نشوف دلوقتي. Today، اليوم، we have a big modern shopping mall، عندنا مول كبير حديث. But I don't like shopping، بس أنا ما بحبش التسوق. I want to play football، بحب ألعب كرة قدم. ونحله مع بعض General Exercises، تدريبات عامة، على الدرس الخامس والسادس، آخر درسين في الوحدة السابعة. السؤال الأول وصل، بيقول لي I put on my gray pants، أنا برتدي إيه؟ بنطلوني الرمادي. يبقى واحد بي I carry my، أنا بشيل my backpack when I go to school، لما برجع إيه؟ أو لما بروح للمدرسة. We study math at school. Why does he like modern cars؟ أكيد because، ليه بيحب السيارات الحديثة؟ أكيد إن فيها مزايا، أكثر نظافة للبيئة وأهدى كمان. السؤال التاني رتب، بيقول لي I، يبقى I was excited at school. We، يبقى we spoke to our old neighbors، احنا من تحدثنا مع جيراننا كبار السن. The teacher was very kind، يعني المدرس كان طيب جدا. The teacher was very kind. السؤال التالت قطع ناقصة مجموعة من الكلمات، بحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. Grandpa says، جدي بيقول، that his mom، ان امه and dad وابوه drove gas cars، كانوا بيسوقوا عربيات تسير بالوقود. They were very noisy، كان صوتها عالي جدا، العربيات noisy كده. Our town had a not area، a shopping area، مدينتي كان فيها منطقة تسوق. But it was very old، بس قديمة. My dad worked in a not store، أكيد شو ستور، في متجر أحذية. On Saturdays، أيام السبت. Our town is different now، مدينتنا مختلفة الآن. السؤال الرابع قطع عليها مجموعة من الأسئلة، يفضل أقرأ القطع وترجمها وبعد كده أحل الأسئلة. طب لو الموضوع صعب أقرأ الأسئلة الأول وأحاول أطلع إجاباتها من القطع، لكن إحنا هنبدأ بالقطع. I am نادر، اسمي نادر. I am 9 years old، عندي 9 سنين. At my first day of school، أول يوم ليا في المدرسة. I was very nervous، أنا كنت متوتر جدا. I liked staying at home، كنت عايز أقعد في البيت. With my family، أو بحب أقعد في البيت مع عائلتي. I wanted to play with my toys، عايز ألعب مع ألعابي. I didn't want to go to school، مش عايز أروح المدرسة. I put on، أنا ارتديت أو لبست a blue t-shirt، التيشيرت الأزرق. Gray pants، والبنطلون الرمادي. And the black shoes، والحذاء الأسود. I carried my backpack، شلت شنطتي. Mom and I walked to school، أمي وأنا روحنا المدرسة. At the school gate، على بوابة المدرسة، على البوابة. I wanted to cry، كنت عايز أبكي. I said goodbye، قلت مع السلامة. And I walked into the classroom، دخلت الفصل. The teacher asked me، المدرس طلب مني. To sit، إن أنا أقعد. Next to a boy، جنب ولد. Called مروان، اسمه إيه؟ مروان. The teacher was very kind، المدرس كان طيب. We studied math، درسنا الرياضيات. And played games، ولعبنا ألعاب. It was fun، الجو كان ممتع. The underlined phrase put on، العبارة put on بتساوي إيه؟ طبعا wear، يرتدي. نادر went to school with his mom، أكيد راح مع أمه. What was نادر's uniform؟ إيه زي نادر؟ لو رجعنا للقطع هتبقى it was a blue t-shirt gray pants and black shoes، and black إيه؟ shoes، and black shoes. Who helped نادر love his school؟ مين اللي ساعد نادر يحب المدرسة؟ the teacher، المدرس.
سؤال خامس: We are doing a history project in our school. W capital. نهاية الجملة فول ستوب. في نهاية الجملة فول ستوب. السؤال السادس: باراجراف. اكتب باراجراف من 18 كلمة على your first day of school. وجايب لي سؤالين: What did you put on؟ لبست ايه؟ How do you feel at school؟ كيف شعرت في المدرسة؟ يورا حولها الماي، يبقى ماي first day of school. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. هقول مثلا I put on t-shirt. انا لبست t-shirt gray pants and black. سيبنا مسافة في اول سطر، بعد كده نبدأ بقى من تاني سطر عادي. and black shoes مثلا ايه at school. لبست تيشيرت وبنطلون رمادي وحذاء اسود في المدرسة. I was nervous. انا كنت متوتر. The teachers المدرسين were kind. كانوا طيبين. وهكذا. العنوان في نص سطر، بسيب مسافه في اول سطر، الحرف الاول كابيتال في نهايه كل جمله فول ستوب، اراعي علامات تلقين. وبكده يبقى خلصنا تدريبات عامه على الدرس الخامس والسادس، وناخد مع بعض امتحان الوحده. تيست اون يونت 7، امتحان على الوحده السابعه صفحه 58. وكمان ده امتحان كمراجعه لمنهج شهر فبراير. السؤال الاول: listen and write. استمع واكتب. تي لو الجمله ترو، اور اف لو الجمله فورس. في نص استماع بسمعه ببدا احل. طب يا مستر، يفضل اقرا الاول الاسئله، يمكن يكون عارف الفكره. ذا نايل هيلبس اس تو جرو فود. النيل بيساعدنا نزرع الطعام. طبعا ترو. ذا نايل هاز 3 برانشز. النيل ليه 3 فروع ان ايجيبت. طبعا فولس، ليه فرعين بس. ذا نايل از ذا لونجست ريفر. هو اطول نهر في العالم. طبعا ترو. ذا نايل ازنت امبورتنت. النيل مش مهم. طبعا فولس. يبقى يفضل اقرا السؤال، يمكن اعرف احله الاول، فلما يجي المستر يقول نص الاستماع اكون بتاكد بس من اجاباتي. السؤال الثاني: I go to school every day. انا بروح المدرسه كل يوم. يبقى I wake up early. بصحى بدري. I go by نقط. I go by bus. بروح بالاتوبيس. يبقى انا خدنا خلاص ويك، خدنا ايه بس. I meet my friends. بقابل اصدقائي. And we play and study. بنلعب ونذاكر. Our teachers are kind. مدرسنا أو مدرسينا طيبين. They teach us math and English. بيعلمونا حساب وإنجليزي. بيعلمونا حساب وإنجليزي. السؤال الثالث: توصيل. The city is نقط. المدينة بتكون إيه؟ Exciting and noisy. يعني هي شيقة وجميلة ولكن فيها ضوضاء. يبقى رقم واحد بسي. We started digging to. بدأنا إيه؟ نحفر. To bury a box. عشان ندفن صندوق. Under the ground. Now we have cars. دلوقتي عندنا عربيات. That use electricity. بتستخدم ايه؟ الكهرباء. I put on my blue shirt and gray pants. And gray pants. السؤال الرابع: قطع عليها مجموعة من الأسئلة. نقرا القطعة. Last summer. الصيف اللي فات. I visited my grandparents. زرت جدي وجدتي. Who lived in a small village. اللي عايش في قرية صغيرة. It was a very quiet place. كان مكان هادئ. مدام هنا quiet تحتها شرط هيسألني في معناها في عكسها. The air wasn't polluted. الهواء ما كانش ملوث. There were a lot of plants. كان فيه الكثير من النباتات. And green areas. والمناطق الخضراء. Unlike my city. على عكس مدينتي. The city is busy in it. الحياة مزدحمة جدا فيها. In my city. في مدينتي. The smoke covers the sky. الدخان بيغطي السماء. There are a lot of cars. يوجد الكثير من السيارات. And the trucks. والعربيات الشاحنات. They're very noisy. ضوضاء جدا. I loved the country more. حبيت الريف أكتر. The life is good for me. الحياة جيدة ليا أو مفيدة ليا. In the country. طبعا إيه؟ في الريف. أو مناسبة ليا فين؟ في الريف. The underlined word quiet. Quiet هنا معناها إيه؟ أكيد not noisy. The نقط covers the sky. اللي بيغطي السماء. Smoke. أكيد الدخان. The country. الريف is a good place. To live in. مكان جيد تعيش فيه. Why لماذا؟ Because it is very quiet and not polluted. What makes noise in the city؟ اللي بيعمل دوشة في المدينة.
يبقى lots of cars and trucks. ترتيب how do you go to school؟ ازاي بتروح المدرسة؟ كل واحد بيروح بأسلوب by car by bus by bike. what subjects المواد did you study today اللي بتذاكرها اليوم. the Nile يبقى the Nile crocodile. is the largest reptiles البنك تويت. هنا واي دبليو كابيتال وفي نهاية السؤال علامة استفهام. عرفنا ازاي عشان بدأ بأداة استفهام. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة على يور تاون زين اند ناو. زي ما اتعودنا العنوان في نص سطر، يور احولها لماي. هبدأ اجاوب على السؤالين دول في الموضوع، لو مش واضح اكتبوا لنا في التعليقات ونكمل مع بعض حل اسئلة ستوب هير. صفحة 60 بيقول لي listen and choose، استمع واختار. the correct answer الإجابة الصحيحة. طبعا الموضوع سهل وبسيط. the نقط in arctic regions can be around من غير استماع هي temperature درجة حرارة في بعض المناطق القطبية سالب 40. بدون بيقول بيعيشوا فين يا ترى؟ بيعيشوا سكان البدو في الديزرت في الصحراء. هنا بيقول لي محادثة ناقصة كلمات. هاي رانيا when did you up when did you get up تصحي امتى؟ لا I got up at 6 a.m. الساعة 6. How did you go to school؟ ازاي بتروح المدرسة؟ I went to school by car. رحت بإيه؟ بالسيارة. Choose the correct answer. اختار الإجابة. Our town had a shopping area. My grandpa جدي remembered his village. تذكر قريته. Where he grew up. زمن ماضي بسيط. داليا lives in a نقط in Egypt. داليا بتعيش نقط في مصر. هل فيليج قرية؟ هل سيتي مدينة؟ هل ايلاند جزيرة؟ طبعا lives in a village in Egypt. بتعيش فين؟ بتعيش في قرية فين؟ في مصر. داليا likes بلدي نقط. بتحب ايه يا ترى؟ البلدي بريد، الخبز البلدي. دي قصة كده بسيطة موجودة على طلاب الازهر. وكده يبقى خلصنا الوحدة السابعة. ونتقابل ان شاء الله في الوحدة التامنة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.